يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مايا. وفيديو النهارده هيكون عن مشترياتي من محل مينيسو، المحل الياباني. ده الجزء الثالث. زي ما قلت لكم في الجزء الاول والثاني ان انا ما حبيتش الفيديو يكون طويل، فقسمت المشتريات على كذا جزء، وحاسب لكم لينك الجزء الاول والثاني في صندوق الوصف. روحوا شوفوهم وما تنسوش تعملوا لايك، وكمان لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا شير وتكتبوا لي تعليقات عشان استمر وانزل فيديوهات على طول. ويلا بينا نبتدي. عايزة اقول لكم ان انا من عشاق المنظمات، بحب المنظمات جدا، وعندي منظمات كتير باستخدامات مختلفة، ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو عنهم يعني. وما صدقت لقيت الكوتون بادز اورجنايزر ده، المنظم ده للقطن اللي بيبقى مدور ده، بجد حلو جدا، جودته حلوة، هو بيبقى خامته حلوة جدا، هو اكريليك شفاف زي ما انتم شايفين. انا هفتحه معاكم لأول مرة يعني. ده بيبقى شكله من جوه يا بنات، وبيبقى مفتوح كده من الجنب عشان تسحبي منه القطن، وده الغطا بتاعه. بجد شكله حلو جدا، ده شكله زي ما انتم شايفين يا بنات، حلو جدا. ومجرد بتحطي فيه القطن وبعد كده تسحبي واحدة واحدة، حلو جدا. ده كان سعره 50 جنيه، جبته من فرع سان ستيفانو الفرع الجديد، لانه مش موجود في فرع سيتي سنتر خالص. وعايزة اقول لكم مع يعني حاجة كده سريعة، ان البراند دي احسن كوتون بادز يعني ان انتم تجيبوها، هتلاقوه بقى في كارفور، حلوة جدا يعني، قلت اقول لكم عليها بالمرة بما ان انا بتكلم يعني على المنظم بتاع القطن ده. بيبقى جواه 70 واحدة، بس انا مش فاكرة سعرها. كمان جبت المنظم ده، هو اكريليك برضو شفاف، الحلو فيه ان هو بغطا زي ما انتم شايفين كده في الصورة. ده كان سعره 80 جنيه، جبته من فرع سان ستيفانو. الحلو في مينيسون عنده منظمات كتير جودتها حلوة، كمان سعرها حلو جدا، بس المنظمات هتلاقوها في فرع سان ستيفانو، مش موجودة في سيتي سنتر. انا هفتحه معاكم لأول مرة. زي ما شايفين حجمه صغير، وقلت لكم اكريليك شفاف. الحلو فيه ان هو بغطا، قلت لكم يحافظ على حاجاتكم من التراب. فيه 3 خانات، 2 صغيرين وواحده كبيره، على حسب بقى انت استخدامك. بس طبعا مش هينفع كريمات او حاجات كبيره، لازم تكون حجمه صغير، ليب بالم مثلا، اعواد قطنيه يعني. هنا العلبه الصوره اللي عليها حاطين اعواد قطنيه، كل الحاجات حجمها صغير، فده على حسب انت استخدامك يعني. فانتي بتشتري المنظمات دي تخلي بالك انتي هتجيبيها لايه، وايه الحاجات اللي انتي هتحطيها فيها عشان ما تجيبيش حاجات على الفاضي. وكمان جبت الاعواد القطنيه دي بقى كنت دايخه عليها وفرحت جدا لقيتها، اللي هي بتكون مدببه كده او ببوز يعني، وبتكون ناشفه، فدي حلوه لو اتلخبطت في اي لاينر عايزه تظبط لبستك، حلوه جدا، وحلوه ان هي تكون شنطه الميك اب يعني. ومن الناحيه التانيه اللي هي الاعواد القطنيه الشكل العادي يعني، دي سعرها كان 50 جنيه، جبتها من فرع سان ستيفانو، بس انصحكم بيها يعني لو انتي بتحبي الميك اب، بتحطي ميك اب كده. وكمان جبت المنظف ده لمنظف الشاشات يعني، مثلا الايباد الايفون او كده. ده سعره 50 جنيه، جبته من سيتي سنتر، وبيكون معاه دي بتكون مايكروفايبر عشان تمسحي بيها الشاشة. ان شاء الله هبقى انزل لكم ريفيو عنه واقول لكم حلو وحش. دي اخر حاجة جبتها يا بنات، بس جبتها للبيت يعني، انا مش بحب اروح الجيم. دي جبتها ب70 جنيه، لونها بينك طبعا، جبتها من فرع سيتي سنتر، ودي طريقة استخدامها. الحلو في ميني سو يا بنات ان عنده حاجات كتير للرياضة، جودتها حلوة وسعرها حلو، وكمان الوانها حلوة جدا، ممكن كمان تستخدموها بالطريقة دي. لما اجربها بنزل لكم ريفيو عنها، هفتحها معاكم برضو لأول مرة عشان تشوفوا شكلها من جوه. بصوا ده شكلها يا بنات. دي ألوانها يا بنات، بتكون على العلبة كده موجودة عشان لو انت حابة تجيبي لون غير البينك يعني. كده الفيديو خالص يا بنات، يا رب يكون عجبكم وتكون عجبتكم المشتريات. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم المشتريات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا شير وتكتبوا لي تعليقات تشجعوني وتدعموني عشان استمر وانزل فيديوهات على طول. وكمان فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار كل ما انزل فيديو جديد. باي باي.